اسمع يا سامي قصة هالبنت اللطيفة المظلومة البريئة، اسمع بإذنك. خير، شو قصتها؟ ومين بتكون؟ انت اسمعها وانصفها وما يهمك مين بتكون. شو قصتك يا بنت؟ يا سيدي طلعت قصتي نفس عم قل لك نفس قصتي معك بالضبط، لا راحت ولا اجت، لا طلعت ولا نزلت، والمخلوقة محتارة شو بدها تعمل، وخصوصا انه في ناس من برا عم بيوتوتوا ادنا ويقولوا لها انه جوزها متجوز عليها، والمخلوقة مسكينة ما عرفانة برا من بحرة. شو اسمك انتي؟ اعتدال السكري. انتي يا اعتدال جوزك معترف انه متجوز عليكي؟ يا سيدي شلون بده يعترف بشغلة ما رح وافقه عليها؟ طيب انتي بتعرفي المرة يلي عم بيقولوا انه متجوزة؟ لا. بتعرفي شكلها او صورتها؟ لا. بتعرفي وين ساكنة؟ لا. بتعرفي عيلتها؟ أبدا. أصبحت تقي ربك وخلي ثقتك بجوزك كبيرة. الزلمة تايب عن الجواز والناس بلا الناس، والحساد يلي بيتمنوا الشر لغيرهم كتار. هلا لا تروحي لبعيد، وهي مرتي إلهام مثال حي قدامي. مدري مين لعبان بعقلها وقايل لأنه أنا متجوز عليها، وهي يا حرام محتارة وخجلانة تفتح لي هالسيرة ولا ما تفتحها. بس أنا رح أحلف لك يا إلهام بأنه كل زوجة إلي برات هالبيت هاد وبرات هالمكان هاد وخارج هالباب يلي شايفينه قدامكم طالق بالتلاتة. تسلم لقلبي ما أحلاك يا سامي. أما أنت يا حنان، قصدي يا اعتدال، فبتمنى أنك تهدي بالك وما تخلي الشيطان يلعب بعقلك. رجالك إنسان ممتاز وفهمان واجبات الجواز. شكرا على نصيحتك يا سيدي القاضي، فعلا أنا هلأ ارتاح بالي. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة حبيبتي. لك الله يهدي بالك مثل ما هدي بالي. بس وينك؟ مريني خلي جوزك يحلف قدامك مثل هالقسم الحلو هذا، فهمتي؟ فهمت ست إلهام، ويكتر خيرك لأنك استقبلتيني ببيتك. أهلا وسهلا. يلا بخاطركم. الله معك تقبريني. إيه حبيبي، حضر لك الغداء؟ يا ريت يا عمري، لأني أنا رح موت من الجوع. إيه ما عاش الجوع إن شاء الله. بس اليوم أنا عزمتك على العشاء برا. لا اليوم ما بقدر. ليه بقى؟ لأنه بدي سافر على حلب وعندي اجتماع مع قضاة الشمال. وقديش بدك تغيب يعني؟ شي اسبوع. ايه مو مشكلة تقبر قلبي، تروح وترجع لي بالسلامة يا حق. بس بتعرف عن جد عن جد عن جد